حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكد خبراء اقتصاديون أن الورقة البيضاء فشلت في تقويم الإعوجاج وتصحيح مسار الاقتصاد العراقي. بحسب الخبراء فإن هناك مؤشرات سلبية في الحسابات المالية، وذلك وفقا لحسابات الدولة لغاية تموز 2022 والمنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. هذا وتعطي هذه المؤشرات انطباعا أوليا بأن الورقة البيضاء لم تستطع تقويم الإعوجاج وتصحيح مسار الاقتصاد العراقي بسبب كلفتها الاجتماعية الباهظة وبسبب عدم توافر الشفافية والبيئة الاجتماعية والسياسية الداعمة لها. قال محللون اقتصاديون إن العراق يعاني من مشكلة أساسية تتمثل في أن الاستحواذ على كامل الاقتصاد في يد الدولة. وبحسب المحللين فإن أي خلل بالمنظومة السياسية والمنظومة الإدارية، يعني شلل الاقتصاد في البلاد خصوصا وأنه مرتبط بشكل مباشر بالموازنة. وكان العراق قد عانى من مشكلة الإنفاق الحكومي بسبب غياب الموازنة عن العام الحالي، ما تسبب بارتفاع نسبة التضخم إلى 70%. قالت مصادر صحفية إن محكمة مختصة بقضايا الفساد في بغداد تحقق في شبهات فساد وزير النفط إحسان عبد الجبار. وبحسب المصادر فإن التهم تتعلق بالاستيلاء على الأراضي المميزة العائدة لشركة نفط الوسط في محافظة بغداد منطقة المنصور الداودي ومحافظة البصرة منطقة الرباط، وبيعها خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة. كما أشارت المصادر إلى أن الوزير طلب مبالغ مالية من شركات أجنبية مقابل إحالة المناقصة الخاصة بتحديث مشروع تحلية الغاز وملحقاته في حقل الكرنة الغربي الثاني. أعلنت غرفة تجارة عمان أن العراق حل بالمرتبة الأولى للشهر الثاني على التوالي بأكثر الدول استيراداً من الأردن، حيث بلغت قيمة ما استورده العراق أكثر من 193 مليون دولار. وقالت الغرفة إن صادرات الأردن توزعت خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي على العراق أولاً بقيمة 138 مليون دينار أردني، ثم مصر ب 84 مليون دينار، والسعودية ب 72 مليون، والإمارات ب 52 مليون، ثم الهند بقيمة 28 مليون دينار أردني. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن أسعار النفط قد ترتفع في الشتاء في الولايات المتحدة. ونقلت شبكة CNN عن يلين قولها إن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار الغاز في فصل الشتاء، أضافت أن ذلك سيحدث عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز بأمان الله.